بالظبط، وجبت من اي بنت في الدارية باش تقنعيا. وغيتاغ الفرصة عرفتهم على واحد البلاصة اللي كانت عزيزة عليا خاطر بيضا، هي في واحد المكان ديال الحمام فين كل العمالة، وهاد البلاصة هادي هي متنفس مدينة التربيطة والزوار ديالها، بلاصة فيها نافورة فيها الحمام. جات واحد الموقع في مركز المدينة حتى التربيطة، يلاو معايا اكتشفوها. نحييكم من هاد المنبر، هادي نتوما تزرعوها. رؤية بنائية، رؤية عجبات الحقيقة كازر لون تاع عجبات. رؤية عجبات كازر، أجي أجي قولي لنا قولي لنا قولي لنا كازر عجلة كازر عجلة دو بوكو لا دو بوكو. هذا سي عجبات كازا، مدينة صغيرة ولكن دابا عجبات مدينة كبيرة، مدينة تجارية، مدينة ترج تاع الرواج تاع الحركة، كلشي خدام ما شاء الله الحقيقة، مدينة تاع الحيوية، مدينة أنا حق عزيزي كازابلونكا، بيف كازابلونكا. هذه تانية كازا والله العظيم، حس فيها واحد المدة كتعجبني، حيت المدينة فيها الحركة، كلشي خدام، فيها لاكتيفيتي، كتعجبني حقا، كلشي موجود، أنا فين تمشي يعني كلشي دايرة، إن شاء الله بلاك، عاد الشهرة بلاك، مكتشفش اللايك، بارطاجيها معاكم، كتعجبني في التعزية ولكن في التربيطة، مدينة هي الكبرى. كنشكر الساكنة ديالها، كنحيي الساكنة ديالها، تعيش تعيش تربيطة فرحة. الزيارات ديال الدار البيضاء، هو مكان فيه خدام، فيه مساحة كبيرة، فضاء الأطفال، فضاء الزوار، حقيقة متنفس، متنفس بالنسبة للزوار وبالنسبة لساكن الدار البيضاء، مكان اللي رائع، نتمنى أن أكون سرور في ديال الدار البيضاء، نشوف هذا المكان، يفتح فعلا. هذا شوف الطير صغار اللي كيعجبهم شويه، هي كيجيبو شويه القط ولا شي حاجه تعطيو هذا الحمام، كيعطيو واحد الاحساس اللي زوين حقيقه مع هذا المكان. هي بنتي بعدا راه كتنسع، شفتي معايا عجباتها مريم دار البيضاء، عجباتها قالت لك ضرب لك كاع هانيه هيك رؤيه، قولي لها مو هانيه كازا بلوكا، كازا بلوكا، كازا بلوكا المدينة، صافي كازا بلوكا، وأساس كانت أسيب الله، لأنا
جوج معايا غوبية حيتان تعملين خيار صابلو وقت الصحية خديت غوبليات وخديت رغيفة مع الفروب. يلا يا جماعة حبان لكم معايا خدوا رغيفة وأساس شكرا. عندك طاح خفيش مو خفيش مو يا الله أريدك أريدك أجي أجي.